مرحبا فيكم برا حبايبي برج الحمل اشتقت طبعا خلينا نشوف قراءة شايفيتك من كل نواحي الحياة كنت كاتم بداخلك كنت عم يعني ما عم تعبر خلينا نقول مع انك انت من الابراج اللي بيعبروا اول باول اللي من الابراج الطيبين اللي بسرعة بيطلعوا اللي داخلهم ما عندهم اللي هو حقد او كذا كله بيطلعوه اول باول فلا شايفين هذه الفترة عم بتكون كتوم نوعا ما ولكن اخر الفترة رح تنفجر يعني انفجار من بعد صبر او من بعد كتمان كأنك بتحكي اسرار كأنك بتدافع عن حالك ف اللي هي رح تنفجر بوجه الجميع يمكن فخلينا نشوف بشكل عام اول شيء نشوف اذا بشكل عام لبرج الحمل كيف عم يكون بشكل عام حلو برج الحمل شايفة فيه نوعا ما عم تعمل توازن او بتحاول انك توازن بين حياتك خلينا نقول العملية وحياتك العاطفية الحمل يعني كتير بياخد مجهود او بيعطي مجهود بالعمل فشايفة انه عم بتحاول انك تعمل توازن يكون في عاطفة بالموضوع يكون في مشاعر أكتر فعم بتحاول إنك توازن بين هدول الشغلتين ، كمان الصحة يعني عم بتحس حالك إنه شوي عم بتكون صحيا السترس يمكن عم بيأثر عليك فعم تعمل اللي هو توازن مش بس بحياتك العملية والعاطفية لأ كمان بالصحة. شايفتك بتفتح يعني خلينا نقول بتفتح أبواب مسكرة كانت بوجهك عم تعمل اللي هو عم تغير علاقتك في الناس الناس اللي كنت تأمن لها الناس اللي كانت موجودة في حياتك كانت بتصدر لك أوهام أو كذا عم تكشفهم أو أنت كاشفهم من أول ولكن عم تتزاكى عم تأخذهم على قد عقلهم بهاي الفترة لا بشوفك بتفتح أسرار بتطلع أسرار اللي هو يعني كنت متحملهم هدول الناس بالزور ممكن يكون على العمل أو على العاطفة أو حتى من الأهل والأقارب يعني ممكن يكون اجتماعيا فعم تكشف المنيح عم تخليه في حياتك واللي مش منيح عم تطرده من حياتك عم تعمل آه كتير اللي هو اكشنز في هذا في هذه الفترة شايفة انه في اللي هو تغير كبير يعني مش التطورات اللي شوي شوي لا في مثلا مشكلة او شيء انت بتتخيله انه هو سيء راح يكون بالعكس بصالحك راح شوي يعصف يعني على حياتك او راح تحس بالتوتر من ناحيه هذا التغير ممكن يكون عامل على فكره اكثر شيء ولكن هذا بالعكس هذا راح يفتح لك ابواب ثانيه يمكن عم تنفجر قلنا انه طاقتك انه راح تنفجر هاي الفتره وهون تكرر نفس الموضوع في اللي هو بوم خلاص يعني بطلت تتحمل عم تغير من وضع لوضع عم بتغير شغل لشغل عم بيكون في عندك فرص اكثر عم بتشوف اكثر لقدام عم تحسب الحساب للشيء قبل قبل ما يجي هون عم بشوفك كأنك كنت عم تستنى شي كتير كتير عم بتفكر فيه بطريقة مش طبيعية عم بيكون طول الوقت شاغل بالك في هذا الشهر خلاص رح تطلقه من طاقتك يمكن طاقة الغضب أو طاقة الكتمان اللي قلنا عنها بس هون بشوفه عاطفي أكثر يعني هذا الكرت فكأنك عم تطلق الأمور تخليها على ربنا من بعد ما كان يعني يسبب لك هذا الموضوع اجهاد او حزن او اكتئاب خلص كانه في صحوه مفاجئه كانه في موضوع رح ينكشف فبالتالي انت رح تطلق الامور وما يعني ما تهتم خلص ترمي كل شيء ورا ظهرك حاسه بشكل عام يعني من الاوراق برج الحمل بطل يتحمل الاشياء اللي كان يتحملها في السابق فحاب يغير باي وسيله عم بشوفه بغير بالعمل بغير بال بالعلاقات الاجتماعيه عم بغير الاشخاص حتى اللي بيتعاطى معاهم من قبل من الناحيه العاطفيه بشوفك هو احنا رح نفتح الحياه العاطفيه ولكن يعني ظهر هذا الكرت هون فبشوفك لا في اجتماع مع الحبيب في تقارب بيناتكم ولكن في شيء عم يمنع هذا التقارب في حاجز معين شايفة انه هذا الحاجز راح او عم يروح في هاي الفترة آه لذلك عم تكون مرتاح اكتر من الناحية العاطفية هون انا شايفة كل مفاتيح النجاح موجودة من عندك من اول يعني موجودة عندك من آه من البداية دائما يعني ولكن رح تستعملها كلها في هاي الفترة شايفيتك متسائل كتير هاي الفترة حياة جديدة وكأنك كنت في سجن يعني في سجن من الأفكار وبعدين عم بتحاول تغير طاقتك عم طاقتك عم تتغير من سلبية لإيجابية شايفة هون كمان شمس واللي هو وضوح جدا في الأفكار من بعد يعني من بعد حيرة من بعد محتار بين القرارات عم بشوفك تاخد قرارات وما تسأل لا عن رئيس ولا عن حدا ولا عن شيء تاني هذا الكرت مبين انه في كمان عاطفي مبين انه في اختلاف بينك وبين الحبيب او ممكن تكونوا مع بعض ممكن تكونوا مفترقين بس الاكثر مفترقين عم بشوفك يعني خاصة في تغيرات كبيرة بينك وبينه ولكن الكرت طلع مقلوب فانت عم بتحاول انك تشيل هدول العوائق عم بتحاول انك تقرب المسافة بين بينك وبين الطرف الثاني فطاقة حلوة بالعموم هون عم بشوفك عم بتكون رومانسي اكثر اخر الفتره اللي هي ممكن شايفيتك عم بتصلح الامور شايفيتك عم بتقدم شيء يمكن للطرف الثاني يمكن بتقدم اللي هو اعتذار يمكن بتقدم هدية يمكن حتى هدية ممكن تكون مادية ممكن تكون رمزية ولكن يعني تدفق المشاعر رح يكون كبير بهاي الفترة هون بشوف البعض منكم عم بدور على فرصة عمل عم بغير شغله عم بحاول انه يغير يعني حتى لو كان في شركة او قسم او مؤسسة عم بيحاول انه يغير من بوزيشن لبوزيشن من من مكان لمكان اعلى وشايف هاي الامور يعني عم تمشي على خير شايف الرئيس تبعك او المدير تبعك عم بغير الفكره عم بيكون اول شيء كان يعني حاطك في راسه عم توصلوا اخبار عنك ولكن عم تتغير هاي الافكار وعم بيعاملك بعدل اكثر شايفه في توازن بالعموم من كل النواحي ورق ايجابي بشكل عام في شغله في اخبار حلوه رح توصلك من ناحيه العمل والمال خلينا نشوف العاطفة مثلا شو لبرج الحمل شو مخبيله هاي الفترة حمل الله يعينهم يعني سبع سنين وهم صابرين يعني حوالي السبع سنين في ناس أكتر في ناس أقل فأمورهم إن شاء الله رايحة للأحسن ابتداء من هاي الفترة اللي عم نفتح عليها إذن خلينا نشوف القراءة العاطفية أول شيء خلينا نشوف أحلى كارت موجود إنه في كارما رح تتحقق إلا في اللي هو الكون رح رح يكون في اتصال بينك وبين الكون وكأنك عم تعمل تخاطر كتير عم تكون روحاني عم تزيد روحانياتك بهاي الفترة يمكن عم تصير متدين أكتر يمكن عم تعمل مديتيشن هاي الفترة عم تهتم من الناحية الروحانية شايف انه اكثر من فرصة راح تجيك غير موضوع الكارما في عندك في العلاقة العاطفية كارما راح تتحقق يعني حسب انت شو شو حاطط في بالك في ناس حاطين في بالهم مثلا الكارما اللي هي رجوع الحبيب مثلا مع اعتذار مع تذلل مع في ناس يعني بنفسهم انه الكارما انه مثلا يخلصوا من الطرف الثالث في ناس فحسب الكارما اللي انت بدك اياها عم بتلف بتلف وبترجع لك يعني عم تحصل عليها ولكن يعني بدها فتره بدها وقت اه كمان بهذا الكرت عم بشوف انه عم بشوف من حتى من الناحيه الماديه عم بيكون في تطور عم بيكون في تحرك حياتك اه كلها عم تمشي يعني من بعد توقف من بعد ركود عم بيصير في تطورات من الناحية العاطفية ومن الناحية المادية ، خلينا نشوف ما عم يطلع الكرت ، آه هون عم بشوف طاقة برج الدلو عم بتحاول ، طبعا حبايبي القراءة العاطفية ممكن تكون عكسية عم بتحاول تتشافى من موضوع العاطفة وكأنه في حبيب غدرك أو أنت ما بعرف أنت يمكن غدرت الحبيب ولكن عم بتحاول في النهاية أنك تنسى هذا الشخص ولكن أنا ما شايفة فيه يعني ما شايفة فيه أبدا ما شايفة فيه اللي هو تشافي شايفة في اجتماع بناتكم وكأنه من بعد اللي قلنا عنه الاختلافات بالورق اللي فات الاختلافات اللي بيناتكم عم تتغير عم بتحاول انك تقلصها او تحل المشاكل اللي موجودة بشوفكم في النهاية متكافئين خلاص يعني خلصتوا اذا كنتوا توأم شعلة يمكن وصلتوا تقريبا لنهاية القصة اللي هي نهاية سعيدة بين عندي لانه هون تحتها بالضبط اجى عندك يعني اللي هو انتصار انتصار ممكن على الشخص الثاني الشخص التاني ما عم يقدر انه يعيش بدونك او من هاي الناحيه شايف اثنين يعني شايف اثنين من بعد علاقه ثلاثيه شايف اثنين الطرف الثالث عم بيطير بعدين شايفيتكم التنين مثل شخص واحد التنين وكأنك أنت بتنتصر على الحبيب من خلال اعتذار أو من خلال رجوع من خلال ارتباط فأنا عم بشوف عم بشوف هذا الاشي في في الورق هون بشوف طاقة شوي الصبر أول الفترة رح يكون في عندك صبر معين بحب أخذ كل كرتين اللي فوق بعض لأنه مش ما بيجوا فوق بعض يعني صدفة لا عم بشوفك من بعد مشاكل من بعد ناس عم تحكي عنك من بعد عدائية يمكن بينك وبين شخص آخر عم بتكون إنت الربحان أو إنت قربت من النصر عليهم على هدول الناس عم بيكون في عندك مساعدة من الكون عم بيكون في عندك روحانياتك هي شايفة إنه روحانياتك اللي عم بتزيدها هي السبب في إنك تنتصر أو هي فإذا كان في عندك أدعية بتدعيها كان في عندك صلوات أنت استمر على هذا الموضوع أنا شايفة فعلا في صلوات وفعلا في تقدم في في الناحية الروحانية بما إننا فاتحين على الطاقة العاطفية أو على القراءة العاطفية فبشوف دعوات منك ما بعرف هاي الدعوات إنه منيحة للحبيب ولا إنها دعوات على الحبيب فبس بشوف إنها بتتحقق شو ما كان شكلها بشوف إنك رح يكون في عندك توازن بالمادة من بعد مع إنه فتحنا على العاطفة بس طلع لنا كمان فلوس يعني كمان مال فعم بتكون لأ يعني افضل ماليا او في وفره ماليه نوعا ما ولكن في اخر الفتره اللي احنا فاتحين عليها يمكن تكون مقدم على قرض يمكن تكون في عندك حق مع ناس ما رجعوا لك اياه لسه في هذا الشهر يعني احتمال كبير انه يرجع لك حقك كمان مش من ناحيه ماليه بس لا زي ما ذكرنا قبل حتى من ناحية عاطفية عم يرجع لك حقك هون حكينا عن هذا الكارت اللي طلع اساسا هو مقلوب يعني بس هيك معناته انه في استشفاء من العلاقة في نوع من عمل توازن يمكن بينك وبين لا بين الطرف الثاني وبين العلاقة الثلاثية ولكن هو طلع مقلوب في فشل في هذا الموضوع وفي تأخير في هذا الموضوع فانت ما عم تستشفي ما عم تقدر تنسى الحبيب ابدا طول الوقت عم بتفكر فيه فشايفه للناس اللي بتستنى رجوع بالعكس هدول الكرتين عم بشوف كتير في رجوع عم بتكون الطاقات مائيه ناريه بشده يعني وهوائيه شوفوا الهوائية والترابية طالعة بنفس النسبة لكن المائية أكثر والنارية اكتر كتير يعني اغلبهم ناري وطبعا برج الحوت حبايبي برج الحمل خلينا نشوف اذا خلينا نشوف الاوراكل شو بتقولنا في هذا الشهر؟ شو بتعطينا نصيحة؟ يعني نفس اللي بين بالورق أنت فعلاً عم تعمل هيك بيقول لك just يعني خلاص اترك كل الأمور على على ربنا. وانطلق وانت في المسار الصحيح بين عليك في هذا الكارت كمان انه ممكن تكون مشهور او تسعى للشهرة ففعلا راح تحققها في هذا الشهر يمكن من خلال عملك من خلال اكثر بالعمل عم بتكون قدوة عم بتكون مثال شايفيتك حتى بالحياة الاجتماعية يمكن مش بس هذا الشهر يمكن كمان طاقة مستقبلية أكثر لأنه الطاقات يعني أحيانًا بتمتد أكثر من المدة اللي إحنا فاتحين عليها فرح تصير مشهور عفوا خلينا نشوف إشي تاني وأنا مبين عندك زي تخطيط لزواج زي يعني في في فرحة كبيرة ممكن تكون أبندس يعني هيك وفرة بكل شيء عم بتكون بالمال عم بتكون بالعاطفة بالحياة الاجتماعية قلنا في البداية أنت عم كنت عم بتحاول تعمل اه توازن بين كل هاي الأمور فبشوف هذا الكرت زي تأكيد أو على هذا الموضوع أنه فعلا رح يصير حياتك العاطفية رح تتحسن أكثر علاقتك مع الـ بالحياة الاجتماعية رح تتحسن فأنت في تقدم إن شاء الله على كل الأحوال وفي هون بشوف حصاد لمجهود أنت كنت عم يعني عم طول الوقت عم تشتغل عليه عم بتشوف النتيجة في هاي في هذا الوقت إذا كنت مبلش في مشروع مثلا إلك فترة طويلة عم تشتغل عليه فالنتائج حلوة رح تكون في هذا الشهر مش قصدي اكتوبر قصدي يعني من منتصف اكتوبر لمنتصف نوفمبر لانه نزلنا احنا قبل لاكتوبر فبشوف كمان حتى بالحياة العاطفية الجهد والسهر والتعب النفسي اللي سبب لك, سبب لك اياه الطرف الثاني وكأنك عم تاخد حقك عم تجني ثمار في هذا الموضوع جني الثمار انا بشوفها اكثر يعني اللي هو التقاء بالحبيب شايفه في فرحه بهذا الكرت في فرحه رح تتحقق في شيء انت كان ببالك عم تستناه لك فتره ولكن ما كان عم يجي هون عم بشوف البعض منكم اللي عنده محكمة اللي عنده خاصة اللي عنده محكمة فيها أطفال أو حضانة أطفال محكمة أو قضية معينة كانت متأخرة إلها فترة طويلة وأنت تستنى في الموضوع شايفيتها عم تنتهي لصالحك عم بيصير في عدل بالموضوع رح يرجع لك حقك في هذا الموضوع فاللي عندهم قضايا في المحكمة يعني بشرة منيحة بشرة بشرة حلوة حبايبي برج الحمام